السلام عليكم. اهلا وسهلا. انا جالي جواب تعيين في الشركه هنا. اتفضل في المكتب ده. صباح الخير يا ابو السيد. اهلا يا باشمهندس. حد سأل عليا؟ البيه المدير. يا راجل بسألك عن الناس المهمين. اربع ستات وكتبت لك اساميهم في ورقه على مكتبك. حلاوتك يا ابو السيد حلاوتك. يا فندم؟ لا ابدا مفيش حاجه ما نستغناش. الو؟ حاضر يا فندم. اتفضل من هنا. ايه؟ اروح؟ لا هتقابل سكرتيرة المدير. اسود طول على كده اللي في البلد ارحم. المهندس مجدي مش كده؟ لا ايوه. اتفضل سياده المدير منتظرك. باشمهندس هواري كان قدم لحضرتك الاوراق ده هين قبل كده. هو مشروع مش بطال. صباح الخير يا فندم. صباح النور. احب اعرفك بالمهندس سامي من نفس تخصصك. ارجو انكم تتعاونوا مع بعض كويس. اهلا وسهلا يا فندم. سعيد يا جدع. مع السلامه. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. لا والله ما يصحش. اتفضل حضرتك. لا اتفضل. طيب اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. لا ما يصحش. لا اتفضل. لا والله ما يجيش. طيب اتفضل. لا اتفضل. كل الدوسيات هتلاقيها موجودة. كويس. شوف يا سيدي. ايه يا مجدي في حاجة؟ اصل لا ما فيش. شوف مين وحياتك يا مجد. الو؟ دي واحدة ست عايزاك. الستات اللي عايزيني كتير، المهم هي مين فيهم؟ الست هاني من الستات اللي عايزينه كتير، المهم انت مين فيهم؟ الله يخرب عقلك، ايه اللي انت عملته ده؟ بسألها عشان هي تقول لي وانا اقول لها. هتودينا في داهية. الو؟ نونا؟ حياتي، روحي، عقلي. يا شيخة حرام عليكي، ده زميلي بيهزر معاكي. وده معقول؟ وانا طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك. وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا أحلى اسم، وأحلى صورة. حاضر. من عينيا ستة بالدقيقة هكون عندك. باين عليك بتحبها قوي قوي. الو توتو حياتي روحي عقلي. حرام عليك تظلميني بالشكل ده. كفاية تعرفي ان طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك. وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا احلى اسم واحلى صورة. حاضر من عينيا ستة بالدقيقة هكون عندك. انت ناوي تقابل الاتنين مع بعض؟ ليه؟ اصلك اديت ميعاد للاولانية الساعة 6 وللتانية برضه الساعة 6. بيني وبينك لا حقابل دي ولا حقابل دي. حقابل واحدة تالتة. انما ايه؟ انت بتعرفهم ازاي؟ نعم قصدي اقول يعني بتلاقيهم فين؟ النوادي مليانة على قفا من يشيل. وفيهم حاجات كده زي لقطة القشطة. قشطة؟ قصدي أقول يعني حلوين ومربربين؟ ملكات جمال يا أستاذ.
امال انا قربت على اسبوع هنا ومش لاقي حاجه ليه؟ عشان انت كل يوم من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. اسمع. ايه؟ هات 5 جنيه وانا اريحك. ليه؟ هات بس. خد اهي اللي معايا. هفرجك اللي ما شفتهوش طول عمرك. إذا فرضنا جدلا إن امبارح كان في هنا لهطة القشطة اللي في مزاجك، ممكن أعرف إيه اللي شدك ليها؟ جمالها. جمالها اللي مفيش زيه في الدنيا كلها. بتقول جمالها؟ آه يا أخي. طب بس؟ بس أرجوك، كنت هتودي روحك في داهية. ليه؟ يا أستاذ 90% من ستات الأيام دي كلهم صناعي. قصدك إيه؟ اللي تلاقيها من هنا ما شاء الله ممتدة حاطة بالونات. يا ساتر يا رب. واللي تلاقي شعرها طويل وناعم وبتعمل كده أهو مركبة باروكة. ده غير المقشات اللي في عيونهم وتقم الشنان وفرد الكاوتش. فرد الكاوتش ليه؟ عشان ال عندك حق برضه. كله صناعة يا ابني كله. سامي. نعم. في ايه؟ جت هناك يا سامي. يا فين؟ اهي واقفة واقفة هناك قدامك اهي يا اخي. فين؟ خد بص بص هتلاقيها واقفة قدامك كده على طول. اوعى كده. يخرب بيت حظك، وقعت فيها ازاي؟ حلوه مش كده؟ حلوه دي تهبل. انا ما شفتهاش قبل النهارده ازاي؟ ياهو. تعالى هنا. رايح فين؟ اعذرني يا مجدي يا اخويا، انا انسان حساس عاطفي، بنسى نفسي قدام الجمال، وما فيش اجمل من كده جمال طبيعي في الدنيا ابدا. اصحى كده وفوق لنفسك. لا اضيعك. تضيعني؟ ايوه. عندنا عيب الواحد يعكس مرات غيره. ودي تبقى مراتك؟ باعتبار ما سيكون. ما سيكون؟ ايوه. مجدي انت بتتكلم جد؟ انت نويت على الجواز؟ الله، مش طلعت قدامك يا ما هياش مغشوشه؟ مغشوشه مين يا ابني؟ دي مضمونه 100 سنه. خلاص انا هروح اخطب. وبعدين بقى فيك وفي استعجالك ده، انت عايز تودي روحك في داهيه؟ ليه بس يا جدع؟ اقعد بس. قبل الخطوبه لازم تتاكد من حالتها الاجتماعيه عشان ما يحصلكش اللي حصل لعبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. ايه؟ سرحان في ايه يا اخ؟ بقول يعني ما دام الحمد لله طلعت مش مغشوشه ولا هياش متجوزه، يبقى الواحد يتكل على الله ويخطبها ويستريح. في ايه؟ عايز تروح تخطب واحده من غير ما تعرفها وتعرفك؟ من غير ما تحبها وتحبك؟ انت فاهم نفسك عايش فين يا ابني؟ في العصر الحجري؟ طب ما احنا هنعرف بعض بعدين. ما ينفعش. الكلام ده كان زمان ايام جدي وجدك. النهارده لازم يكون في حب او على الاقل استلطاف بين العروسه والعريس قبل ما يروح يخطبها. ثم مش جايز تكون مشغوله بواحد تاني وترفضك وتخلي رقبتك قد السمسمه ويجي لك منها صدمه شك. مظبوط، عندك حق يا سامي، عندك حق يا اخويا. انا مش عارف من غيري كنت هتعمل ايه يا مسكين. المهم دلوقتي قولي هتصرف ازاي. نستعمل معاها اي طريقه من الطرق المعروفه في العالم كله، اكيد واحده منهم هتضرب والبنت تتعلق بيك. لكن انا ما اعرفش ولا طريقه من دول. غلابه غلابه. نهايته بكره بعد ما نخلص شغل في المكتب قابلني قدام باب النادي وانا بقى هقول لك تتصرف ازاي. ايدك يا وصف. Thank you.
اول ما تشوفها بتركب عربيتها وتتحرك بيها تروح انت معدي من قدامها. طب ما هتخبطني بالعربيه. مش مهم، خبطه بسيطه ما تاثرش. وبعدين هتروح هي نازله من عربيتها مخضوضه تعتذر لك وتستسمحك. وبعدين تروح انت باصص لها والدموعها في عينيك وتقول لها خلاص يا مدموزيل، حتى لو كان عمري هو الثمن انا مسامحك. وبعدين طبعا مش هتسيبك في الحاله دي، وهتاخدك معاها في العربيه عشان توصلك في السكه بقى. عليك الباقي. يا ريت يا سامي، يا ريت. يلا يلا تعال خش بالك. هنا. هنا؟ وهنا كمان. وهنا كمان؟ حمود! في ايه تاني؟ هنا كمان بيوجعني قوي. وبعدين معاك بقى. انقذيني بقالك الاجر والثواب عند الله. ايه 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 ولا يا مجدي. ايه؟ يلا يا واما يا خارجة ايه؟ شد حيلك. أي 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 حضرتك أعمى وما بتشوفش. إيه؟ وأي ذوق وما بتفهمش كمان. النظام ما نفعش. خلع دوك قدامه وتمشي على الرصيف. هي بلاوي تليح جتت ولا ايه؟ وانت مالك منك له؟ ماله ده ايه؟ اما لم صحيح. انت قد الحركه دي؟ ده انا تعبكوا قوي. يا بيه يا بيه افتوي يا بيه يا افتوي يا بيه اسمعني بس روق روق. معايا بنت ساكت بلاش نماضة. شيل بسرعة يا أخي. الكسل ده. سلامتك سلامتك. يا عم بدوي متشكرين يا سيدي. وليه التعب ده بس يا بيه؟ ده حتى البيه مش تجيل واصل. طب بلاش غلبة، واقفل باب الشقة وراك. حاضر يا بيه. أنا مات. ولا يهمك. تكون إيه الحاجة دي؟ قدام العلا اللي كلها عنتر عشان خاطر عبلة. ولا قيس عشان خاطر ليلى. ولا أوناسس عشان خاطر شاكلين. هما كمان كلوا علا. يوه، مفيش حبيب في الدنيا ما انضربش واتحط في الجبس مرتين ثلاثة. على كده بقى أنا أحسن من غيري. المهم إن إحنا نوصل للي إحنا عايزينه. آسف بشويش. متهيألي مفيش أمل. تقولش كده يا أخي. أوعى تيأس أبدا، أوعى تيأس. ها؟
ايه الحاجات دي عيبة يا سامي. في مجدي. نعم. انت من النهاردة هتكون اقوى واعنف رجل شافته حنان في حياتها. الطريقة 905 الكل هيعمل حسابك. الشعراء هيتغنوا باسمك، الستات هتركع تحت رجليك، طول ما انت ماشي هتسمعهم بيغنوا لك ويقولوا مجدي يا فتوة الحتة، عليك كف يقتل الاسد ويلبش الجتة. ساعة ما تقول اه تلاقي الستات جيالك مجدع وعندك نظر ستة على ستة. ستة وتسعين. سبعة وتسعين. ثمانية وتسعين. تسعة وتسعين. مية. عد الألف. مية واحد. مية واتنين. ما قلتليش ناوي تعمل ايه؟ خطة بسيطة خالص، جربناها 18 مرة قبل كده وحققت نجاح 100%. والله الحقل بيعمل معروف. في واحد صاحبي جتة مرعبة، دراعه لو جه في الهرم يوقعه. وبعدين عايزك تمسكه تنزل فيه ضربه قدام حنان. بتقول دراعه لو جه في الهرم يوقعه وعايز ننزل فيه ضرب؟ اه وماله، انت اكيد جرى لعقلك حاجة. طب استنى استنى بس. ما هو قبل ما هنجيبه ونضربه هنكون مدين له قرشين ومتفقين معاه على كده. فكرك هيوافق انه نضرب؟ دي شغلته. اذا كان كده ما عنديش مانع اضربه واضرب اللي خلفوه كمان. انا ما عنديش شمع حميني. عظيم. ايدك بقى على 10 جنيه. ليه؟ عشان اروح اتفق معاه وابعته. وانت هتكون فين؟ هقف بعيد عشان الناس كلها تعرف انك انت اللي ضربته لوحدك. فلوس ايه؟ مبروك مبروك عليك حنان. فاضي كده قد ساعة؟ إذا كان على ساعة فاضي. طب تعالى معايا. بس عن إذنك أغير هدومي. تحت أمرك. ملابس. إيه الحلاوة دي؟ طعم. نحب نتعرف، الأنسة اسمها ايه؟ أمل وسامي ده ابن عفريتة صحيح، لحق يبعته بسرعة. أيوة والله نحب نتعرف. يا أستاذ أنت يا أستاذ أنت. إيه يا فندم الحركات الهايفة بتاعتك دي؟ حركات يا جدعان؟ لو ليك أخت حلوة وزي القمر شبه المدموزيل كده، ترضى واحد لوح زي حضرتك يعكسها؟ أما ليه الأدب صحيح. يظهر الكلام ما بينفعش معاه، مرضون، أنا مضطر أضربه، حاكم فيه نوع، إن ما كانش ينضرب ما يعرفش الواحد هو بيقول إيه، عن إذنك، أنا رايح أضربه. هيقع هو. ما بتقعش ليه؟ إيه؟ 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 اتخذت الحكاية جد ولا ايه؟ يا خرابك!
يا جدع اختشي ما صحش كده، هزودك 5 جنيه. هزودك 10 جنيه وصلي على النبي بقى. خمسة جنيه ما ينفعوش ابدا، ده انا اقل خناقة باخد فيها 15 جنيه. خلاص يا عم خليهم 6، ربنا يخليهم لك وشرفك. بالطريقة دي ابقى دافع 2 جنيه من جيبي، اصل صاحبي ده غلبان وعلى قد حاله. ما مالهم دول بيجروا ليه؟ يظهر ان في خناقة هناك. الله، تعالى نتفرج. يلا بينا. الله يخرب بيتك يا سامي. الله اكبر، اضرب كمان والنبي اضرب اضرب يا جدع انت، اضرب بقى ما تضيعناش، اضرب 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 اضرب، عاجبك كده اهي ماشي اضرب. مش سامعني وانا بندى عليك يا بيه؟ انا دهري انكسر من كتر الشيب. خلاص عنك ما شلت، راجل كسلي صحيح. اعوذ بالله، دهية في كسلك. تعال يا حبيبي. تعال يا عم. استنى استنى. تعال يا روح يا عم. تعال يا حبيبي. تعال. يا قليل الادب. ما دام الحكايه بتحصل كل يوم بالشكل ده، ما يجيبوا لهم ونش ويحطوه على باب العمار. هنا فين؟ سامي، انا مش عاوز اتجوز وربنا يخرب بيتك. اسكت خالص، بكره حلها ربنا. لا بكره ولا بعده، انا مش عاوز اتجوز وربنا يهد حيلك. انا عندي حته فكره، الطريقه 707 هي اللي هتخلي البت تحبك. كفايه بقى اعمل معروف. جسمي اتهرى من افكارك. طب استريح استريح، بعدين نتكلم. سيريكو. لا يا بابا. الحمد لله خليتينا اتنفس، انا كنت خايف لا تكون الست والدتك شقلبت لي دماغك ولا حاجه. يا بابا ريكو بالنسبه لي ابن خالتي وبس. ما هو دي المصيبه واستسلمنا لها، خالتك عملتها وخلفته، لكن كنا نتجوزه لتبقى فاجعه ويا لهولها. ما تخافش على حنان يا بابا. يا روح بابا. ايوه كده، انا عاوزك تطلعي راجل زي ابوك. قولي لي بقى، كنت بتفكري في ايه؟ فمشكلة واحدة صاحبتي. مشكلة عاطفية؟ أيوة يا بابا. طب ما تقولي عليها يمكن أقدر أحلها. أمال ده شاب من شوية. في شاب هيموت نفسه عشان يتعرف عليها. إزاي؟ مرة رمى نفسه قدام عربيتها. يا ساتر يا رب. ومرة تانية عشان يلفت نظرها عمل خناقة وبسببها كان حتة علقة. لا ده لازم صوامير مخه سايبة. وليه ما يكونش بيحبها؟ إذا كان علشان يتعرف عليها عمل كل ده، يقبع عبال ما يتجوزها، الله يرحمه بقى. لو النبي يا بابا، اتكلم جد. يظهر إن صحبتك دي
تهمك قوي. طبعا ما شفتنيش قاعده مشغوله بيها ازاي. قولي لها اذا كانت هي متاكده من انه شاب مخلص وله مستقبل مش لازم تضيعه من ايدها حتى اذا ما وافقتش امها. امين. يا نهار زي اللي بعده الطف الله. انت صحيتي تاني؟ مع اني حطيت لها ثلاث حبايات مخدر في كوبايه اللبن. انت يا فهمي. ايوه جاي. اسمع ما فيش فايده، البيت ده لازم يحصل فيه انقلاب. سايب الحفله ورايح فين يا استاذ مجدي؟ مكاني مش جوه. ازاي وانت الفايز؟ لو قدام الناس بس، لكن بيني وبين نفسي خسرت كل حاجه. ليه بتقول كده؟ اعمل ايه؟ اذا كانت الظروف بتساعدني من ناحيه وحظ النحس بيعكسني من ناحيه تانية، وانا بين الاتنين مش قادر اعمل حاجه. تعرف انك انسان غريب. يعني بحب. انت بتحب الانتحار. انا؟ مره رميت نفسك قدام عربيتي وكنت عدوسك، ومره تانيه عملت خناقه بسببي من غير لازمه، واديك شفت اللي حصل النهارده. ايه الحكايه بالظبط؟ غصب عني. ليه؟ لان يوم ما قلبي حب لقيت المسافه بينه وبين اللي بيحبها بعيده قوي، قلت اقربها بكل اللي عملته لكن ما قدرتش. تفتكر في الدنيا كلها واحده تستاهل حب بالشكل ده؟ انت يا حنان. صحة الحب. أنا مش مصدق نفسي. عيب، ده أنا سامي اللي مفيش عقدة عاطفية تقف قدامه. يا جامد يا فظيع. والله والله لو ليك مزاج تتجوز مارلين مونرو الله يرحمها أنا مستعد أجوزها لك. قلت إيه؟ لا يا عم، حنان وبس. ابني طول ما أنا جنبك ما تحملش هم أبدا. طب إيه رأيك؟ مش هكلم الوالد والوالده واخواتي علشان يجوا معايا ونروح نخطبها؟ تكلم مين؟ ايه العيله يعني؟ ارجوك. ايه؟ ارجوك كفايه. ايه؟ كفايه ما تتكلمش كفايه. في ايه؟ ايه في ايه؟ انا يستحيل اسمح لك ترتكب الغلطه الشنيعه دي، يستحيل. كفايه اللي حصل لده. مين ده؟ عزيز. عزيز مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. خلاص يا نوسه، هانت والنبي هانت وهنتجوز وحنكيت الاحالي. يلا يا سيد الشيخ حضرتك فاترك. وجب على خيرة الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمك كما كرم أيوب. خلاص يا معلم، البضاعة وصلت وإيدك بقى على بيت المعلومة. بل هي فين؟ فين نوسة؟ دخلنا من الباب الوراني. يا نور النبي. يا خبر ايه اللي بتعمله ده؟ انت نوسه معلمي. طب احنا عايزين نخش دنيا مش عايزين نخش اخره. لا مؤاخذه يا معلم، لازم نخدروها ونغموها بعدين تفوق تطلعوها الست. خلاص واجب في شغلنا يا معلمي. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني يا روحي، سامحيني يا نوسه. انا بعمل ده كله عشان نتجوز بعيد عن وش امك العكر. يا عكره. انا لوش عكر يا صابر. Thank you.
بيبل. من يومها دخل مستشفى المجانين ولسه ما خرجش. خمس سنين وهو على الحالة دي، لا يكلم حد ولا حد يكلمه. أنا هقول لأ وهتمسك برأيي، وده من حقي. مفيش بنت بتتجوز غصب عنها. برافو، هو ده أحسن حل. غلط غلط غلط. غلط ليه يا أستاذ سامي؟ حنان يا بنتي، من السهل إنك تقولي لأ، لكن مش من السهل إن والدتك توافق على رأيك. وجايز جدا تتمسك برأيها أكتر وأكتر وتحط لكم عقبات ملهاش أول ولا آخر، خصوصا إن والدتك شخصيتها قوية زي ما فهمت منك ومن مجدي. طب والعمل يا أستاذ سامي؟ أنا لو ساكتين كده هنسيب والدتها تتصرف زي ما عايزة؟ أنا بفكر في مشكلتكم ليل ونهار، وبعد دراسة دقيقة وتحليل للموقف ما لقيتش قدامي غير حل واحد مالوش تاني، هو اللي هيسهل كل العقبات اللي قصادكم ويجيب المأذون لحد عندكم، ويخلي والدتك يا أنسة تقول لكم في عرضكم اتجوزوا بعض. الحقني بالحل، اعمل معروف. تعالى اقعد. طب والحل؟ ايه هو الحل ده؟ فضيحة. عايزين فضيحة. فضيحة ايه؟ فضيحة زي اللي عملها فكري. فكري مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. وده ايه حكايته يا استاذ سامي؟ اهلا حاجة وسهلا. اهلا وحشتنا جواز. ازيك يا حاجة؟ اتفضل. ازيك يا مسعدة؟ الله يسلمك. ايه انت لسه بتتكسفي؟ هو انا موديني وداهية لحكايتك بسلوك ده. ليه؟ هقول لك ايه ولا ايه يا سعادة البيت؟ نعم انت يا مسعدة. حاضر يا ابوي. مش احنا يا بيه. طب انا معديك يا ابوي. وانا عديك كده. طب انام وانا واقفه يا ابوي. لا يا حبيبتي، تعالي نامي في اوضه حنان. هي فين؟ كان بدي العب وياها. دي خرجت وزمانها جاي. ايه وحديها؟ اه امال عاوزاني احطها تحت الحراسه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ابوي. مكسوفة الرقبة، خش نام. تعالي تعالي يا حبيبتي. البت بارد يا فهمي بيه في رقبتهم، لحد دلوقتي مفيش عريس واحد قال. كل البنات اللي من دورها اتجوز وخلف ودست عيال وهي اللي قاعده لك ده زي البيت الحكر. طب وما زورتوهاش المشايخ ليه؟ طول النهار عم بلفلفها، وكل شيخ وكل مقام بندر لها في ندر. يا مانجا طلعت بدري يا صاحبي. اهلا عم بصرية. اهلا يا حلوة. ازيك يا خالد؟ اهلا بيكي اهلا بيكي. ما شاء الله ما شاء الله. امال فين مسعدة؟ نايمة في اوضتك يا حبيبتي. اوضتي. اشرب عشان تسخن. انا ما بشربش. الليلة دي لازم تشرب عشان تعرف تتصرف كويس. اشرب. مبروك عليك يا غالي، ده الليلة اللي محارستك الحلوة يا غالي. شد حيلك.
انا هستنى جنب التليفون عشان اجيب المأذون والشهود واجي. كان نفسي يا سامي انا وانت نتجوز في يوم واحد. لا يا صاحبي انا لسه بدري على بال ما الاقي الانسان اللي تستاهل قلبي وحبي وخبرتي الكبيره في عالم النساء. انا مراتي يا صديقي العزيز لازم تكون حاجه تانيه خالص. اي واحد يشوفها يحلف انه ما شاف جمال زيها في البلد كلها. الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. لازم كسبت البريمو. بريمو مين يا ترسو؟ أنا جوزت اتنين لبعض. ايه؟ مجدي فين؟ مجدي راحلك. مصيبة يا أستاذ سامي مصيبة. ليه؟ أنا الليلة دي مش هنام في أوضتي. أمال مين اللي هينام؟ واحدة تانية. واحدة تانية؟ يا نهار أسود تعالي بسرعة تعالي رحنا في داهية. يا اخ اهلا وسهلا. مساء النور. طالع عنه دور الدور الثاني. الثاني كويس ربنا معاك. تشكر يا اخ. مسكين تلاقيه عايز يتجوز زي حالاتي. عشان نفس اللي اتفقنا عليه. انت مين؟ انا اللي بيحبك، اللي بيموت فيكي، بيعبدك. انا اللي جاي لنادي يا قاتل يا مقتول عشان اتجوزك. امال عريس عريس يا بوي عريس يا بوي عريس عريس يا بوي يا امال يا امال يا ست انت عريس يا بوي. حرامي حرامي هو احنا لاقيين. ها خلاص قتلوه؟
لا يا بنتي ده نفد بجلده. على فكرة أنا ووالدتك موافقين على جوازك من المهندس مجدي. صحيح يا ماما؟ طبعا صحيح يا حبيبتي، ده عنده شهادة وله مستقبل، مش كده برضو يا سيف فهمي؟ تمام، خليه في يوم من الأيام مع عائلته علشان نتعرف عليهم. مساء الخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه ابني بتيجي على الريحة؟ بركاتك يا حسين. ايدي ده عريس بنتي انا. حصل لك زي ما حصل لعبد الشكور. عبد الشكور مين؟ ده واحد صاحبي، انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. ده عملت ايه بس يا ربنا؟ يا ربنا يا ربنا.